السودان بالنسبة لأنه مساحته الجغرافية كبيرة جدا، كل ولاية عندها خصوصية وعندها ميزة بتتميز بها من ولاية أخرى، وبتبقى التفاصيل مختلفة، وبتبقى حتى تفاصيل الحياة بالنسبة لهم واهتمامهم بأشياء كثيرة جدا مختلفة. إذا تحية لكل الناس اللي بتابعونا من مختلف ولايات السودان المختلفة. الفقرة الجاية هي فقرة من خلالها بنحاول نقرب المسافة الجغرافية، لأنه أصلا المسافات القلبية موجودة ما بينه وما بين كل ولايات السودان المختلفة. تعالوا مع بعض نمشي ولاية شمال كردفان نتعرف عليها عن قرب. في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا، اتخذت محلية شيكان بولاية شمال كردفان جملة من التدابير المتعلقة بفتح الأسواق بالمحلية، وبذلت في ذلك جهود كبيرة من أجل نظافة السوق الكبير بمدينة الأبيض. واتخذت المحلية جملة من القرارات المتعلقة بمنع عرض البضائع على الأرض، ومنع الباعة المتجولين، ومنعت العرض خارج المحلات التجارية، وإزالة كل التشوهات من السوق. وتهدف محلية شيكان بهذه القرارات والتدابير إلى إحياء وتنظيم الأسواق، وكذلك تحسين النطاق العمراني وتسهيل الحركة داخل السوق، وأيضا تحسين المجال البصري والمحافظة على الشواهد التاريخية. ومن الأهداف أيضا إنشاء الأسواق المتخصصة. ولتحقيق هذه الأهداف أنشأت المحلية عدد من الارتكازات الثابتة لمراقبة تنفيذ القرارات وتقديم الإرشاد للمتعاملين داخل السوق. وأثمرت هذه الجهود في نظافة السوق وإزالة كافة الأوساخ وفتح المجاري لتصريف مياه الأمطار. ومؤخرا قررت محلية شيكان فتح الأسواق يوميا من الساعة 6 صباحا وحتى 3 مساء لجميع الأنشطة التجارية عدا المطاعم والكافتريات ومحلات بيع الشاي، وذلك لمزيد من التدابير الصحية. ومع بداية العمل وعودة الحياة إلى طبيعتها، كان هنالك التزام كبير من قبل التجار في تنفيذ القرارات، وأيضا كانت هنالك احتجاجات من الفئات التي تضررت من قرارات المحلية، والتي بدورها تؤكد المضي قدما في تنفيذها مع وضع بعض المعالجات للباعة المتجولين بفتح أسواق خاصة بهم وتكون قريبة من منطقة السوق الكبير.
على التقرير اللي من خلاله اطمأنينا على الأوضاع الصحية وكل ما يتعلق بفيروس كورونا، بالإضافة إلى بعض الملامح الجميلة جدا من ولاية شمال كردفان. شكرا لهذا التقرير اللي مدانا به الإعلامي عبد الرحيم علي، هو إعلامي بولاية شمال كردفان وهو معنا الآن عبر الهاتف. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدي قناة السودانية 24. تحية لكم من حاضرة ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض سعيد بهذه الإطلالة عبر شاشة السودانية 24. شكرا لك جدا وشكرا على هذا التقرير اللي من خلاله تعرفنا على آخر الأوضاع الصحية الموجودة بولاية شمال كردفان والاهتمام من قبل الوزارة وأيضا من قبل المواطنين في تطبيق الاحترازات. ألو؟ أي نعم أسمعك جيدا. يمكن هي مجهودات كبيرة تقوم بها محلية شيكان وتقوم بها كافة الجهات هنا في ولاية شمال كردفان من أجل دري جائحة كورونا، وكما شاهدتم في التقرير هي محلية شيكان قامت بعمليات نظافة السوق الكبير بمدينة الأبيض، واتخذت في ذلك جملة من القرارات هي منع البيع المتجول، منع عرض البضائع على الأرض، وكذلك يمكن أرجعت مسألة فتح المطاعم والكافتريات ومحلات بيع الأطعمة بكافة أشكالها إلى حين مزيد من الترتيبات الصحية. بذلك يمكن من خلال ما تابعنا في التقرير يمكن هنالك التزام نوعا ما من التجار ومن المتعاملين في السوق بهذه الاحترازات وبهذه الاشتراطات. إن شاء الله مزيد من الالتزام، مزيد من الوعي من قبل المواطنين بأهمية الالتزام بكل الاحترازات اللي صادرة من الجهات المعنية في سبيل تخفيف والتقليل من عدد الإصابات بفيروس كورونا. وأكيد تمنياتنا لكل الأهل الموجودين في ولاية شمال كردفان بتمام الصحة والعافية، وشاكرين لك جدا على هذا التقرير، وأكيد مزيد من التواصل وانت حتكون معنا دوما من خلال ولاية شمال كردفان للتعريف عن الأبيض الجميلة. تحية لكم وتحية لكل مشاهدي قناة السودانية 24 مرة أخرى، وبإذن الله تعالى سيستمر التواصل لعكس هذه الجوانب الإيجابية في ولاية شمال كردفان. نسأل الله عبر هذه المساحة أن تنجلي هذه الجائحة وأن تعم الصحة ويعم الأمن والرخاء لولاية شمال كردفان ولربوع السودان ولكل بقاع العالم درءا لهذه الجائحة. شكرا جزيلا. شكرا لك عبد الرحيم علي إعلامي بولاية شمال كردفان، كنت معنا موضحا لأهم التفاصيل وأهم الأوضاع الصحية الموجودة بولاية شمال كردفان.